أبدأ من القاهرة مع الدكتور أيمن الرقب. دكتور أيمن، في رأيك لمدى حل نتنياهو مجلس الحرب؟ الأسباب الحقيقية وراء ذلك والتداعيات هذا أيضا على قرارات الحكومة الإسرائيلية. بعد التحية لك أختي الكريم وضيوفك الكرام وكل السادات والسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. يعني أولا طبعا كابينت الحرب شكل عندما انضم المعسكر القومي الذي يقوده جينتس إلى هذه الحكومة، كان شرطا له أن يكون هناك تشكيل كابينت حرب غير كابينت طبعا الأمن والسياسة الخارجية الإسرائيلي الذي كان موجود سابقا، وقد وافق نتنياهو في هذا الائتلاف إلى هذا الحرب إلى هذا الكابينت. طب بعد أن ترك جينتس كابينت الحرب لم يعد له بشكل أو بشكل أساسي دور، لأنه طبعا هناك كابينت آخر هو الموسع، وكان هناك مطالب من بن غفير وسمرتريتش أن يغطوا الفراغ الذي تركه جينتس وأن يصبح هناك أعضاء في كابينت الحرب وأن يستمر كابينت الحرب. لكن نتنياهو واضح أنه ارتأى غير ذلك، ارتأى أن يتم حل كابينت الحرب وتشكيل مجلس استشاري جديد مصغر يضم بجانب نتنياهو وزير حرب غالنت ووزير التخطيط الاستراتيجي ديمر، ويعتبر من طبعا كما يقال عنه المدلل لنتنياهو، وكذلك طبعا مستشار الأمن القومي إتساح هانيكي. وبالتالي كل ده طاقم استشاري كما قال عنه مصغير لاستشارته في القضايا الأمنية والسياسية الحساسة، وبالتالي هو يخرج من عباءة ضغط بن غفير وسمتريتش ويستمر في إدارة الأزمة كما هي. رأينا كما أشرت خلال تقريركم حول أزمة الجيش الذي قال هناك طبعا رؤية لوقف عمليات تكتيكية في غزة من ساعات الصباح حتى بداية ساعات المساء في خط شريطي يمتد من رفح حتى مشارف خان يونس، قيل أنه هذا لنقل المساعدات، وحينها نتنياهو طبعا عارض ذلك وقال هل نحن دولة لها جيش أم جيش له دولة، وهذا له دلالات بشكل كبير جدا. لذلك رأينا الجيش مباشرة يتراجع عن هذا القرار وينفي أنه صدر بالفعل، يعني الغريب أن الجيش أصدر بيان رسمي نفى به أن يكون هذا الأمر تم. واليوم رأينا يحرق صلاة المغادرة في معبر رفح ليلغي فكرة أن يكون هناك عودة لتشغيل هذا المعبر بشكل أساسي، ويستمر في عملياته في مناطق متفرقة في رفح بشكل كبير جدا ليؤكد ذلك. ومهم جدا أختي الكريمة أن نعلم أن نظام إصدار القرارات داخل دولة الاحتلال، الجيش يوصي والسياسيين يقررون، لا صوت للعسكر فوق السياسة. هذا العرف القائم في دولة الاحتلال منذ تأسيسها حتى الآن.